بسم الله الرحمن الرحيم. الحكومة قررت إصدار عملة الاتنين جنيه لتكون موجودة مع العملات الأخرى الموجودة في مصر. يعني أنت في خلال الفترة الجاية هتبدأ تتفاجئ بأن نزلت عملة جديدة هي عملة الاتنين جنيه، فما تتفاجئش، لأن عملة الاتنين جنيه دي اللي قررت الحكومة إصدارها. قالت إن سبب إصدار عملة الاتنين جنيه هو إن هي تساعد الناس على إن هي تقدر ان هي تصرف وتتصرف في الفئات الاقل، عشان الناس دايما عندها مشكله في الفكه، فيبقى عندك اختيارين اللي هو عمله الجنيه وعمله الاتنين جنيه. اللي هو حسام خضر رئيس مصلحه سك العمله قال ان الدوله هتضخ خلال الفتره الجايه مليون عمله من فئه الاتنين جنيه، وقال انه كمان الدوله هتضخ خلال الفتره الجايه ملايين برضو على العملات من فئه الجنيه اللي هي الفئه المعروفه، وفئات نص جنيه وربع جنيه وهكذا، علشان خاطر تساعد الناس على صرف العملة، وإن هم يبقى معاهم العملات الأقل اللي هي العملات التي يطلق عليها عملات الفكة. وقال إنه دوت سائد في كثير من الدول الأوروبية والدول العربية، اللي هي إن يكون دايما في عملات فضية من فئات أقل، يعني يكون في عملة فئة الجنيه وعملة فئة الاتنين جنيه وهكذا، عشان خاطر تساعد الجمهور على التعاملات المادية.